اول حاجه هنبدا بيها المربى، محتاجين 2 كيلو كريز طازه منزوع البذر طبعا، تقطعون صوص رباعي براحتكم، انا بسيبه نصاص عشان عبال ما بيتحط على النار ويفقد بقى كل السوائل بتاعته بيكش طبعا، فلو انا اصلا مقطعه صغير بيبقى فتافيت خالص وبراحتكم مفيش مشكله. 750 جرام من السكر، ونص معلقه صغيره من ملح الليمون، عصير ليمونه، وممكن ملح الليمون يبقى رشه صغيره، هي بس حاجه تمنع التسكير. تعالوا احكي لكم بقى انا عملت ايه. امبارح جهزت الكريز، وقمت يا جماعة أخده كل السكر فركاه معاه، جهزته وعملت فيه إيه، شلت منه البذر وحطيت له السكر وقلبتهم مع بعض. فصحيت النهاردة لقيت عندي الخليط اللي انتوا شايفينه ده، هتلاقوا الكريز داب تماما وطري ونزل السوائل اللي فيه، والأهم من كده ان بقى فيه مادة كده زي الشربات أو الجيلاتين شوية، وهي من السكر اللي انا سايباه معاه من امبارح. الخطوه دي مهمه جدا في المربات وبتخلي المربى تدي نتيجه احسن بكتير جدا. نقلب نطمن ان مفيش اي سكر قاعد تحت في قاع الطبق او ما تقلبش كويس، هو الصراحه متقلب كويس جدا مفيش اي سكر باقي، وزي ما انتم شايفين تبان كانها مربى من قبل اصلا ما نحطها على النار، ولكن طبعا لازم نحطها على النار عشان تقعد معانا مده طويله. فانا هجيب حله وهحط فيها كل الكريز اللي اتخلط بالسكر. يلا بينا. وما ينفعش اسيب بقى اي حاجه في الطبق، نزل كله. شايفين الصوص ده اللي هيخلي المربى دي عالميه، وانا يعني الحمد لله مش شكرانيه في نفسي والله، بس بعمل مربى كريز حلوه قوي، فاتمنى انكم يعني تجربوها هتتبسطوا جدا جدا، وهي بتتباع غاليه جدا وحتى مش شركات كتير اللي بتعملها، شركات معدوده على الاصابع وبتعملها بتبقى برقم يعني. فحلو ان احنا نعرف نعملها في البيت مهما كان الكريز مش من الفاكهه الرخيصه يعني، بس عمره ما هيكون في سعر ان احنا نجيب برطمان جاهز. هقلب تاني على النار احتياطا، هعلي النار، هبدا بنار عاليه جدا، تبدأ تسخن وتغلي وتنزل ميتها، بعد كده هوطي النار بس ميه عاليه، نار عاليه قصدي في الاول. ودي كده خطوه المربى. يبقى تاني باكد، بنجهز الفاكهه وبنفركها بالسكر قبليها بليله، نسيبها في بوله في الثلاجه تنزل ميتها وتنزل الصوص اللي فيها والسكر يدوب. تاني يوم بقى نرفع على النار ونعمل المربى. ملح الليمون عندي اهو، عصير الليمون كمان عندي هنا، وهنشتغل بيهم طبعا. طيب عايزين نشوف التوبينج. التوبينج طبعا قريب جدا من طريقه الفراوله، ولكن يفرق في ان احنا مش بنعمل خطوه النقع اللي من قبلها بيوم. ليه؟ لان احنا عايزين نحافظ على الفاكهه فاكهه، مش عايزينها تتهري قوي. سكره طبعا بيكون اقل بكتير، وقعدته على النار بتكون اقل بكتير، انا مش مستنياه يربط ويعقد جامد زي الفراوله، لا انا عايزاه يبقى صوص خفيف. فتوبنج الكريز هنحتاج له كيلو من الكريز الفريش انصاف مقطعينه وشايلين منه البذر، وفي طبعا مكنه كده بتشيل البذر من الكريز ممكن تستخدموها. كوبايه ونص من السكر، شايفين طبعا الكميه اقل بكتير جدا، وعصير ليمونه هنحط على النار. يلا بينا، هاجي هنا في الحله هحط كل الكريز. شايفين الفرق بقى بين اللي اتنقع واللي ما اتنقعش؟ اللي اتنقع مليان صوص وعصاره وجوس، واللي ما اتنقعش فاكهه زي ما انتم شايفين ما فيش فيها حاجه. هحط له السكر وهرفع على النار. نحاول دايما في المربات والحاجات التوبنج اللي سكرها عالي كده نحاول نقلب بقدر الامكان قليل قوي. يعني انا هعمل كده بس، انزل السكر وسط الفاكهه وخلاص، هحاول اتجنب التقليب لحد ما ميه الفاكهه تنزل، ويبقى كده كمان التوبنج جاهز على النار. انا هحط عصير الليمون كله على بعضه عشان اوسع لنفسي اي حاجات ممكن اشيلها، يبقى ملح الليمون وعصير الليمون جنبي جاهزين لان انا استخدمهم في اي حاجه تخص المربى او التوبنج. ندخل على اللي بعده، طبعا دول كده انتهى امرهم، كل الموضوع ان هيفضلوا على النار.
هنشوف مع بعض طبعا خطوه ان احنا نشيل الريم من على الوش، وهنتكلم على كل الخطوات اللي هما محتاجينها علشان يدونا النتيجه المظبوطه. الكريز هنا بدا اهو ايه يعني يطلع بخار، فانا كده عارفه انه بدا يسخن. وشايفين بقى عشان الخطوه اللي انا عملتها من امبارح ان انا نقعت الفاكهه او فركت الفاكهه بالسكر وسبتهم ليله مع بعض، احتماليه ان المربى دي تسكر، المشكله اللي بتواجه الجميع مربتي سكرت، احتماليه انها تسكر بعد الخطوه دي يعني شبه منعدمه، لان السكر اصلا محطوط على النار دايب، فما فيش مجال قوي ان هي تسكر. بصوا بقى التوبنج بيغلي، نزل ميته، سكره دايب، التوبنج مش بنهريه غلي، يعني مجرد ما يتقل بس الصوص شويه خلاص بنشيل من على النار، فانا حاجه بسيطه جدا وهشيل. لكن المربى لا طبعا عايزينها تقعد، وطبعا المربى عشان احنا خلطينها بالسكر من اليوم اللي قبليه، فبصوا بقى منزله ميه قد ايه، كل الميه دي تركيز نكهه هيبقى مش طبيعي في حلاوته في الاخر. وطبعا الريم اللي على الوش ده هنستنى يتجمع كميه وبعد كده نشيله. عيننا مع الاثنين، والمربى اول ما تغلي كويس بنوطي درجه الحراره، درجه حراره متوسطه علشان ما تفرش مننا، متوسطه العاليه يعني مش متوسطه هاديه قوي. هحضر جنبي كده بوله او جار او كوب عياري او اي حاجه، وكل الريم اللي على الوش ده عدي كده بمعلقه، ألمه. الريم بس ما تاخدوش من الصوص، والريم شيء طبيعي. ايه بجد؟ ما اعرفش في ايه اليوم العالمي للسخونه النهارده. بصوا بنلم الريم كده بالراحه خالص من على الوش عشان المكرونه. مكرونه ايه يا لهوي عليا، ايه المكرونه دي؟ جت منين المكرونه؟ يعني بصوا اشياء لا يوجد لها تفسير، غير ان انا يعني مخي خلاص تقريبا قدرته الاستيعابيه انتهت وبدا يخترع حاجات من عنده. يلا الحمد لله. المهم شلنا الريم ليه؟ عشان مش المكرونه طبعا، عشان المربى تبقى رايقه. وهنيجي نعمل نفس الحاجه مع التوبينج، وان كانت الحاجه دي مش مهمه قوي مع التوبينج، يعني مش لازم نعملها باهتمام فظيع زي المربى، ولكن مش هيخسر برضو ان التوبينج بتاعنا يبقى رايق وجميل. وعشان بس محدش يقلق ويتوتر ويبقى مش عارف هو عمل صح ولا لا، الريم يا جماعه مش حاجه وحشه، مش هيجيب لي يعني تلبك معوي لو كلته، هو بس مجرد حاجه شكليه ان احنا بنخلي المربى شكلها احلى. لكن لو انا سبت حته ريم فضلت مني مش نهايه العالم خالص. التوبينج فاكرين لما قلت لكم التوبينج بياخد وقت اقل بكتير جدا من المربى، هو خلص كده خلاص، لان انا عايزاه يبقى سايل شويه، فعشان يبقى سايل شويه بشيله وهو سايل من على النار عشان يفضل محتفظ بالسيوله دي، فلما اجي احطه على حاجه يبقى مرن كده وطري. فانا هسيبه هنا في الحله على جنب لحد ما نيجي نستخدمه. رشه من الليمون، عصره من الليمون، ورشه من ملح الليمون على المربى، ونقلناها في البرطمان على طول وهي سخنه. برطماننا معقم، معقم يعني دخلناه الميكروويف لمده 30 ثانيه، او دخلناه غساله الاطباق دوره سريعه، او نزلناه في حله مليانه ميه مغليه وسبناه ينشف تماما، وده مهم عشان بيطول عمر المربى. التوبنج الخفيف اخف طبعا من قوام المربى بكتير، حطيناه في الصوصيرات والبولات بتاعه تقديم الصوص، وموجوده اهو برده معايا.